من يحفظ نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا نسب حقيق بأن يحفظ، هو محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فير بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. هذا أنت تقول إلياس وأنا أقول الياس، هذا خلاف بين أهل الأنساب، والذي رجحه ابن الدريد والسهيلي وغير واحد أنه الياس وليس إلياس، لأن العرب في ذلك الوقت لم يكونوا يسمون بأسماء الأنبياء، وإنما هو اليأس لأنه كان مصابا بمرض أشفى به على الموت ثم أبل منه فسمي هكذا الياس. نعم، وهذا هو النسب المجمع عليه، وما فوق عدنان فيه اختلاف كثير. نعم.